بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. هلأ بالبداية بس بدي إياك تستحملني إذا لقيتني كل شوي عم لك إن الموقع حلو والموقع ممتاز والموقع رائع ومن هذا الحكي، بس صراحة الموقع كنز حقيقي، ويعني أنا ما بعرف كيف رح لم هذا الموقع بكم دقيقة. فإذا لقيتني عم عيد نفس الكلام فاستحمل، وإذا لقيت الفيديو طول شوي فمعلش كمان استحملوا، بس صدقني الموضوع بيستاهل. هذا الموقع بعد ما تعمل تسجيل دخول فيه رح تقدر من خلاله أنك تستخدم تشات جي بي تي بشكل مجاني تماما من دون رقم أمريكي أو في بي إن أو هاي اللفة الطويلة. لهلأ في ناس فعلا ما عرفانة توصل لتشات جي بي تي. طيب فهاي أول نقطة. تاني نقطة، رح تلاقي بهذا الموقع كمية برومتس كتير جدا. مثل ما بتعرف البرومت هو الكلام يلي نحن بنكتبه لحتى ناخد من الذكاء الاصطناعي الشيء يلي بدنا إياه، إن كان بالتصميم بالذكاء الاصطناعي أو بتشات جي بي تي. فأنت هذا الموقع رح تلاقي كمية كبيرة جدا من هدول البرومتس. هلأ أنا كيف ممكن استفيد من هدول البرومتس؟ في عندي شغلتين أساسيتين. أول شغلي أنه هو رح يضيف لي كمية أفكار جديدة كتير جدا لاستخدام تشات جي بي تي. يعني أنا بتوقع وأنا واحد منهم أنه الأفكار صح كتير، بس بقى كمان في شغلات أنا ما بعرف عن استخدام تشات جي بي تي، فهو رح يضيف لي أفكار جديدة. تاني شغلي أنه أنا بستخدم تشات جي بي تي بشيء معين مثلا باليوتيوب، بس ما عندي البرومت الاحترافي اللي ممكن أخذ من تشات جي بي تي أفضل ما يمكن، فهذا الموقع رح يعني يوفر لي هاي الميزة. طيب هدول البرومتس كيف اجوا اصلا؟ هدول البرومتس هو في ناس استخدمتهم ورفعتهم على هذا الموقع مشان الناس تستفيد. هذا الموقع مجاني، يعني ولا الشخص اللي رفع البرومت بيستفيد ولا الموقع الى الان، تمام؟ فانا شايف فعلا الموقع كتير كتير مفيد. خلينا ندخل بالشرح العملي. بعد ما تعمل تسجيل دخول رح تظهر لك هاي الواجهة. من هون رح يهمنا نحن اول اربع اقسام بس. طيب خلينا على فكرة انه انا بدي افكار جديدة، فانت بتجي على اول قسم وتاني قسم وبتتصفح من هون البرومت. هون راح تلاقي البرومت اللي هي ترند اليوم. اذا نزلت لتحت شوي راح تلاقي البرومت يلي كانت ترند مبارح وهيك، وكمل انت. هدول مين؟ هدول اشخاص هن عاملين برومت، يعني هذا مثلا عنده 40 برومت هو رافعها على هذا الموقع، هذا عنده 56. هدول اشهر ناس عاملين برومت على هذا الموقع. ممكن تدخل وتشوف هن شو كاتبين وتاخذ منهم افكار كمان، او من قسم الاكسبلور، او من هدول الكلمات المفتاحيه انت بتدوس وبتلاقي انت كمان الافكار اللي متعلقه بالشيء اللي انت بتحبه اصلا، يعني بالماركتينج مثلا ممكن تدخل وتشوف شو الجديد بهذا الموضوع، كيف الناس عم تستخدم تشات جي بي تي. هي اول نقطه. تاني نقطه، انت عندك مثل ما حكينا انت بتستخدم تشات جي بي تي لليوتيوب. خلينا نكتب له هون مثلا يوتيوب، تمام هيك. هلأ طالع لي هاي النتائج، طالع لي كل النتائج المتعلقة بكلمة يوتيوب، وهون حعطاني كلمات مفتاحية كمان لأفكار تانية. شايف كل هدول الكلمات المفتاحية أصلا بنقدر نستخدم تشات جي بي تي فيهم، يعني للكود للفن للأيديا للفن، كل هدول بنقدر نستخدمه. ادخل على وحدة وحدة وشوف انت شو ممكن تستفيد من هذا الموقع. طيب انا خلينا هلا باليوتيوب. هون عطاني سكريبت، اذا بدي سكريبت لشورت على اليوتيوب او وصف او تايتل او انزل، وبتلاقي كمان افكار. طيب انا مثلا حابب اني اعمل سكريبت يعني يوتيوب شورت، فبدخل على هي الصفحه. يعني بعد ما دست بتظهر لي هي الصفحه. هون رجع مكمل كاتب لي كمان كلمات المتعلقه بهذا الموضوع. هلا انا بس بدي اياك تنزل لتحت وتدوس على هاي الايقونه. هلا هون بس نزلت دوس على هاي، رح يفتح علامه تبويب جديده، بس رح يرتب لي الصفحه بشكل افضل، تمام هيك. حلو. هلا هون شو صار؟ هاد العنوان اللي دخلنا عليه اساسا، وهذا الشخص عامل محادثه مع تشات جي بي تي وكتب هذا البرومت. هون تشات جي بي تي رد عليه، رجع هو كمل المحادثة وكتب له هذا الكلام. تشات جي بي تي رجع رد عليه. هاي المحادثة هذا الشخص رفعها مشان نحن نستفيد. طب أنا كيف ممكن استفيد فيها منها؟ بيجي لهون وبقول له أنا بدي أجرب هاي البرومت، بدوس عليها الحقل هذا بيتملي بشكل تلقائي.
ما حبيت انت هذا الكلام ممكن تضيف عليه، ممكن تعمل كلير او اي شيء يعني. من هون بتعمل بتدوس على هذا السهم، وهون انت بتبتدي محادثه مع تشات جي بي تي بشكل مباشر. هون رد علي نفس الرد هذا اذا انتبهت. هون الزلمه هذا كتب له هذا الكلام، فانا بنسخه وبلصقه هون، تمام. فانا هون عم يعطيني، بلش كمان يرد علي طبعا ردود مختلفه، فانا بشوف هذا الموضوع مناسب هذا الموضوع. فانا هون عم بحكي مع تشات جي بي تي، خلص هون الشخص هذا دوره انه هو اعطاني الكلمات الافتتاحيه او بدايه الحوار. في عالم بتحط يعني ناس تانية حاطة بمواضيع تانية حاطة محادثة لسه أطول من هاي كمان. طيب أنا هون رد علي تشات جي بي تي، حابب أنا أناقشه بقى هون، أنا مني لتشات جي بي تي يعني، تمام. حابب تغير كل الموضوع أصلا وتستخدم تشات جي بي تي بموضوع تاني خالص، عادي ممكن تعمل كلير يعني عملت كلير وممكن تكتب له أي شيء هون أنت بدك إياه، تمام، وتعمل محادثة مع تشات جي بي تي. هلا اذا رجعت على قسم الاكسبلور من هون وحبيت تشوف افكار تانية مثلا بالماركتينج كمان، عن مثلا نشوف شو الناس عم تستخدم، ممكن تلاقي هون عن ميدجيرني مثلا، ممكن تلاقي للتيك توك نفس الكلام، ممكن تعمل تكتب سكريبت تصفح وشوف يعني، يعمل لك خطه كامله للسوشيال ميديا، تمام. فهذا تاني قسم. ثالث قسم هو بتلاقي الملفك الخاص، يعني انت لو حابب تعمل برومت وترفع وتفيد غيرك، فمن هون بتعمل كرييت، او من اشارة الزائد هون بتعمل كرييت برومت. من هون بتشوف انا دخلت عليها بالغلط. من هون لو انت في برومت عجبك وكنت عم تصفح وعملت له سيف، فبتلاقي بهذا القسم، تمام. هلأ رابع قسم هو من اسمه باين انه هو عامل مثل خطة شاملة لشيء معين يعني للماركتينج، فبتلاقي اكتر من برومت متجمعين بمكان واحد، للكارير بلانينج، للكتابة، فبتلاقي بس القسم مانو كامل يعني، ممكن تدخل وتشوفه. الموقع فعلا كنز، اتمنى انه انت تقعد تتصفح هالافكار، صدقني رح يفيدك ان شاء الله. وبس هذا كان فيديو اليوم. أنا آسف إذا طولت، وبس حاولت يعني لم الموضوع بهالكم دقيقة. الموضوع على فكرة الموقع كبير ومحترم، وبتمنى يبقى أنه مجاني يعني. وهذا كان فيديو اليوم، إذا عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك واشتراك، وشكرا، سلام عليكم.